أعزائي المشاهدين نعود من جديد لكم ومعنا اتصال هاتفي من سعادة السيد معاذ المجالي نائب المدير العام للشحن الجوي في الملكية الأردنية. مساء الخير أستاذ معاذ. ألو. مساء الخير. مساء النور، الله يمسيك بالخير، تفضل. الله يعطيك العافية وبمسي على ضيوفك الكرام. حياكم الله. يا سيدي الكريم، أنا بعتبر حالي جزء في الملكية الأردنية من هذا النقاش الهام جدا. طبعا. وأنا بعتقد أنه ودائما بكرر أنه هذا هم وطني وليس هم زراعي اقتصادي فقط. صحيح. فنحن جميعا مشتركون في هذه العملية. استمعت للطروحات والحلول اللي ذكرها السيد حدادين وهي حلول معقولة، ونحن على اتصال مستمر مع الإخوان جميعا وفي تشاور تام في حول كيفية حل هذه الأزمة الآنية بوضع سوريا الحالي ووضع حلول مستقبلية. نعم. نحن جاهزون في قطاع النقل الجوي للدعم. طيب. شريطة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه هذا القطاع الهام جدا. طيب أستاذ معاذ. أيوة. أستاذ الدكتور محمد الصقور معالي دكتور حابي ربما يسألك أو يستفسر منك بعض الأشياء، تفضل دكتور. الآن في العالم كله مستخدم النقل الجوي للتصدير الخضار والفواكه، مش هيك أخ معاذ؟ موجود هذا الأسلوب في العالم، موجود إنه الخضار تصدر عن طريق الجو بطائرات شحن معينة. وإحنا أمام هذه الأزمة أنا بعتقد إنه أوفر اقتصاديا وأفضل للقطاع الزراعي وللعاملين فيها وللمزارعين أن نصدر بدعم أفضل من أن لا نصدر وتبقى الأمور عندنا خسرانة، أن بمعنى أن نحافظ على القطاع الزراعي مع زيادة كلفة من أن نحمي ونوفر هذه الكلفة ويبقى القطاع الزراعي مدمر والأمن الغذائي مدمر عندنا. يعني هل تطلب الدعم من الملكية دكتور صقور وأنت عضو اللجنة الزراعية في زيان؟ الشركات كلها مفروض، أنا باعتقادي الشركات كلها هنالك ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية للشركة. هو قال لك نحن نشعر بمسؤولية الوطنية أستاذ معاذ. عظيم، جيد. القطاع الزراعي هو قطاع اقتصادي وهو قطاع أمني أمن غذائي. طيب. وهو قطاع في نفس الوقت اجتماعي لأنه بحل. طيب. بحل مشكلة. طيب. العمالة أيضا. معالي دكتور محمد. الفقر والبطالة الموجودة في البلاد. طيب. تفضل فيها. نسمع رأي الأستاذ معاذ، تفضل سعادتك. سيد الكريم، كما أسلفت إنه إحنا جاهزين للحوار وباستمرار في سبيل إيجاد حلول آنية ومستقبلية. نعم. من مسؤوليتنا الوطنية كما أسلفت سابقا وجاهزين. المشكلة، وكان في اجتماع مؤخرا في وزارة الزراعة وطلبنا إنه إحنا جاهزين إنه ندعم، ولكن على الحكومة الأردنية كمان إنه تدعم في سبسيدي معين لهذا القطاع. في العام الماضي فتحنا محطات جديدة لخدمة هذا القطاع الهام، والسنة هاي إن شاء الله رح نفتح محطة في ألمانيا بواقع أكثر من رحلة بالأسبوع، رحلتين لربما ثلاثة، لمحاولة إنه إيجاد أسواق جديدة. وهي مشكلة رئيسية في موضوع الأسواق، يعني عدم المؤاخذة، إحنا حاطين معظم بيضاتنا في سلة واحدة اللي هي لربما لندن أو جزء من أوروبا. أوروبا الشرقية تواجدنا فيها من حوالي سنة وكم شهر. إن شاء الله ألمانيا سوق هام جدا وسوق ضخم جدا. نعم. وبستوعب كمان إن شاء الله إنه إحنا نكون موجودين فيها بأقصى تقدير قبل نهاية هذا العام، وأنا جاهد إنه أشتغل معك وعارف معالي سعيد والأخ حدادين إنه إحنا في هذا الحوار باستمرار. نعم. وإحنا جاهزين يا سيدي إنه نتحمل جزء. طيب. من هذه المسؤولية الوطنية وكمان. طيب. بنفس الأسلوب مثل ما فهمنا في آخر اجتماع في رئاسة الوزراء إنه دولة الرئيس قبل هذا الاقتراح في موضوع الدعم. نتمنى إنه نكون إحنا في الاتجاه الصحيح خدمة لهذا القطاع الهام في البلد. سيد مهندس وعاد، احنا مقدرين هذا المسؤولية. بدي أسألك اتصالك وايضا بكمل الدكتور حابي يسألك. بدي أسألك سؤال اخ معاد، انه في العام الماضي بـ2000 او هذا العام 2011 و2012
قديش بتقدر الكميات اللي تم نقلها جوا؟ 6000 طن الى اوروبا. وقديش ممكن بتقدر في المستقبل بالسنوات امكانيات القدره يعني امكانيات القدره يعني صعب اعطيك بالضبط صعب اعطيك بالضبط كميه الاطنان يعني مش موجوده في الذاكره. ولكن ما بين تشغيلنا الى لندن شحن جوي طائرات شحن جوي والى ماستريخت والى فيينا والى قبرص والى اليونان الارقام ممتازه. ان شاء الله انه بتتزايد بس ارقام واقعيه الان اقدر اعطيك اياها صعب يا سيدي. شكرا سعاده المهندس معاذ المجاليه مساعد المدير العام للشحن الجوي في الملكيه الاردنيه، شكرا لمبادرتك على هذا الاتصال وايضا المساهمه في اثار هذا النقاش. معالي المهندس سعيد، كنت لديك ربما ارقام عن امكانيات الشحن الجوي او قدره يعني موضوع اختيار وسيله النقل هي رهنا بواقع السوق. في منتجات درجنا على تطويرها في داخل المملكه في خلال 20 سنه الماضيه. هذه المنتجات اللي هي قابل للتلف السريع لا يوجد اي وسيله اخرى لنقلها بخلاف الجو. لذلك ايش مثلا احنا ننتج ايش يعني اتحدث عن كميات هائله الان تنتج من الباميه مثلا. هاي الباميه ماده تصديريه من الطراز الاول وسوقها بالدرجه الرئيسيه كل اوروبا الغربيه تستهلك هذا السوق تستهلك هذه الماده بسبب وجود جاليات من اصول ليست اوروبيه عربيه لا حتى اسيويه تحب الباميه يعني. اسيويه طبعا كميات هائله بيستهلكوا الان في اصناف اخرى كلها ارتبطت بالشحن الجوي. لكن ما اريد ان اؤكد انه ليست كل المنتجات تستطيع انك تنافس من خلال النقل الجوي حتى لو مكلفه الجوي مكلفه لانه الجزء الأكبر من الإنتاج اللي هو بيكون 40 أو 50 ألف طن. طيب يعني هون وين تتوقع يكون تدخل الحكومة ما دام الناس مبادرين ومجتمعين مع الزراعة؟ يعني الموضوع هو تسهيل عمليات الشحن البحري. وهنا نتحدث عن موانئ على البحر المتوسط. ذكرت في حديثي أنه على المدى على البعد الاستراتيجي يجب أن يكون لنا موطئ قدم هناك. وأنا أتحدث الآن مصلحة أردنية بحتة. لكن فيما يتعلق بالموانئ زي ميناء حيفا أو حتى ميناء أشدود الإسرائيليين يستغلوا هذا الوضع وقاعدين بيرفعوا الأسعار والتكاليف بهدف هم يعلموا تماما بأنه الطريق إلى سوريا مغلق أو شبه مغلق وبالتالي استغلوه. إذا كان لابد أنه نلاقي منفذ في المرحلة الحالية فيجب أن يكون مفاوضات بأنه يتم خفض هذه الكلف من أجل أن يتم تسويق المنتجات هذه باتجاه أوروبا. نتحدث الآن عن منتجات لا تستطيع أن تتحمل كلفة نقل أكثر من 600 دولار للطن. يعني الحد الأقصى 600 دولار للطن. أصناف الفلفل اللي ننتجها لوسط أوروبا، أصناف الخيار اللي تحدث عنها اللي هي لروسيا ومناطق الاتحاد السوفيتي القديم، هذه مناطق كلها هي مناطق أسواق لنا واعدة. نتحدث الإخوان عن إمكانية فتح أسواق، لا أعرف عن ماذا نتحدث الآن العالم كله أمامنا تم فتحه، لكن سوء الحظ أنه يكون في عنا أزمة في داخل سكرت منطقتنا سكرت يعني أودت بكل محاولاتنا. الآن أتمنى أنه إحنا نحافظ على الأمل، لولا فسحة الأمل لضاقت الحياة. نعم. يجب أنه نستمر في عمليات نشاطنا التصديري لأنه هي جزء من أحد أسباب الأمن الغذائي تبعنا. السؤال بالضبط بدك تحافظ على الأسواق لأنه عملياً خسارة هاي الأسواق مشكلة. النقطة الثانية بس بعد إذنك، موضوع التوجهات العالمية فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي والتغيرات المناخية اللي حصلت في السنوات الماضية أطاحت بقضية التجارة العالمية في المواد الغذائية وأصبحت الأسعار تتأرجح صعودا وهبوطا. طيب. مما جعل حتى الدول الكبرى دول العالم الأول أن تبدأ ببرنامج ممنهج لحفز الدول الصغيرة والاقتصادات الصغيرة بأن تنتج غذائها بنفسها. طيب. والأردن هي واحدة من هذه الدول، فلذلك إحنا مقبلين في المرحلة القادمة سواء من خلال البنك الدولي زراعة من جديد سيكون هناك دعم. كان في السابق كان في محاولات لعرقلة الزراعة في الأردن
ومن خلال وضع شروط للدول المانحة. اليوم هذا الكلام انتهى نزبط. وأصبح في هناك لدينا حرية اختيار قرارنا في إنتاج غذائنا. شكرا. فلذلك علينا أن نبدأ الآن خطوة جديدة للأمام. طيب أنا نقرأ بعض الملاحظات من تويتر والفيسبوك. كيف يمكن تجاوز آثار الأزمة الزراعية عبر التسويق الزراعي في الأردن؟ أبو سمير: الوضع السوري أثر على تصدير أوروبا، لكن بالمقابل ارتفاع استهلاك المنتجات الزراعية من قبل اللاجئين السوريين. زكريا: مساء الخير لكم السادة ضيوف. بالنسبة لسوريا، ذكر السادة ضيوف بأن المبادئ أهم من المصالح، يجب الوقوف مع الشعب السوري. واحد اسمه الأردن أخضر عبر فيسبوك: طبيعة التربة في الأردن زراعية وهذه نعمة من الله، فنحن بحاجة لإدارة مياه الري بخصوص مياه الديسي التي يستخدمها الإسرائيليون والسعوديون في زراعتهم. حقيقة يعرف القليل من الأردنيين ولا يستخدمها أهل الأرض الأردنيين، فتلك المياه العذبة تنتج محاصيل زراعية بجودة عالية. شادي عبر فيسبوك: ارتفعت الأسعار البندورة قرابة 20 قرش الكيلو تعكس الزيادة، أيضا ارتفاع على أسعار البطاطا وغيرها. أرجع إليك مهندس أنور، يعني شاهدنا سلع زراعية سورية بالأردن الفترة الأخيرة، يعني مع وجود الأزمة لأن السوريين يصدروا لنا بعض السلع، ما رأيك في الموضوع؟ حقيقة يعني بالفترة الأخيرة لمسنا أنه كميات العنب المطروحة في السوق الأردني من سوريا كبيرة، والبطيخ صار في البطيخ الحلبي، يعني الأرقام اللي موجودة عندنا تشير إلى أن سوريا تصدر لنا، وهذا موسمهم حقيقة موسم فواكه، أن يصدروا لنا فواكه. نحن صدرنا مثلا في شهر 8 الماضي صدرنا 95 طن فقط من الفواكه، وهو الدراج الكعك اللي بيمتاز فيه الأردن بشكل خاص، في حين استوردنا حوالي من سوريا حوالي 800 طن من الفواكه. صادراتنا إليهم في خلال هذه الفترة كانت كثير محدودة مقارنة بالسنة الماضية، لكن حجم التجارة التاريخي بينه وبين سوريا يصل إلى 500 مليون دينار سنويا. بس استيرادنا منهم الآن بظل الأزمة يعني ما زال أرقام متواضعة ولا الأرقام بمعدلاتها يعني أقل من معدلاتها بقليل. السوريين نعم. ما يستورد نعم نعم، التصدير أقل من معدلاتها، لكن التصدير باتجاههم السبب أنه ما يمر يعني من شاحنات بتيجي محملة. طيب. والآن العودة، الآن الريسك في العودة، أيضا المخاطرة بالنسبة لنا حتى لو مفتوح السوق السوري، معدلات تحويل العملة الآن مشكلة كبيرة جدا يعني سوريا. يعني أبدا بكل المعايير إحنا ما توفيش معنا أنه نصدر لسوريا إلا من جانب الوقفة مع دقيقتين. دقيقة مهندس سعيد، يعني الإخوان السوريين الآن هم يمروا بأزمة واضح، وقد يكون هناك في صار نوع من أنواع عدم التنسيق المسبق بين أسواقنا وبين أسواقهم، وهذا طبعا في مخاطر كثيرة لأنه ممكن يكون في نوع من الموائمة بين إنتاج البلدين. فلذلك يعني أتمنى أنه تعود المياه لمجاريها وأنه يكون في استقرار لنعود مرة أخرى لحياتنا الطبيعية. شكرا. معي دكتور صقور، باختصار إذا سمحت أقل من نص دقيقة، هل نحن ندير الموضوع بأزمة؟ هل لدينا خلية أزمة في الأردن لإدارة الوضع الزراعي في ظل هذا الظرف؟ نعم أم لا؟ لا، قبل هذا الموضوع نتحدث عن التصدير والأسواق، لكن نسينا أيضا السياسة الزراعية والنمط الزراعي الموجود والتركيز في الإنتاج على أصناف معينة وعدم توجيه المزارع أو صحيح. تحفيز المزارعين لأخذ أصناف وزراعة أصناف وعدم طيب. عدم إغراق السوق بصنف وبصنفين، هذه قضية أساسية في الموضوع، هذا مهم عليك. إدارة أزمة، الحقيقة أنا ما في إدارة الأزمات وخاصة في الأزمة السورية هذا في القطاع الزراعي، إحنا على تواصل في الأعيان وفي اللجنة الزراعية من البداية مع وزير الزراعة ومع المجلس الزراعي، يمكن الأخ حداد كان معنا في الموضوع نعم. والمعالي في الحث وضرورة التنبه لهذا الموضوع، لكن الأزمة أقوى من أن يكون هنالك استجابة لخلية دار. العراق أنا أعرف جهود ضخمة مع العراق ما أنتجت، بالأخير فتحوا أسواق العراق لنا بس الترانزيت. فالقضية أنه الحقيقة فاجأت الموضوع بشكل كبير، وإحنا أيضا
لازم نبدأ في عملية التعامل مع الأزمات بالاعتماد على أنفسنا وعلى إمكانياتنا. سكر الطريق أن يفتح طرق أخرى موجودة. الجو كان من الاحتمالات الجيدة في الموضوع. العراق من الاحتمالات الجيدة. الاتجاه على البحر الأبيض المتوسط قضية من القضايا. إلى البحر قضية من القضايا. لكن هذه بدها وقت عشان تأخذ هذه الإجراءات والاتفاقيات الدولية والحركات. هذه بدها تأخذ في الوقت. الأزمة ما بتسعف هذا الأمور فيه. لكن إحنا الآن في وضع أمامنا الآن مزارع بده يزرع بعد 5 شهور أو 6 شهور ببدأ العملية. فعندنا في عندنا نفس وعندنا مدة تتحرك فيها الحكومة في هذا. شكرا سيدي معالي دكتور سكور. مرة أخرى السؤال: هل أثرت الأزمة السورية على الأردن؟ إيجابا 12%، سلبا 88%. هذه النسبة لسؤال الاستفتاء للحلقة. أشكر ضيوفي الكرام معالي الدكتور محمد سكور رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب مجلس الأعيان. شكرا آسف على الخطأ. معالي المهندس سعيد المصري وزير الزراعة الأسبق، مع المهندس سعادة المهندس أنور حداد الخبير الاقتصادي في شؤون استثمار الزراعة. شكرا لكم ضيوفي الكرام، شكرا لكم أعزائي المشاهدين، شكرا لكل من اتصل وأرسل وعمل مداخلة. حتى نلتقي، هذه التحية.